السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم مسمن معمر بالخضرة والشحمة اللي كيجي جديد ومورق، وتبعوا المقادير وطريقة التحضير باش ينجح معكم. وشكرا بزاف على الناس اللي دخلوا عندي وسولوا فيا، انا كنت عيانه شويه داكشي علاش، وباقا مريضه وما خاصنيش نحبس على الفيديوهات، راكم عارفين خاص ضروري ما تحطي فيديوهات. اي والله شافي الجميع، والله يكون مع كل شيء يا ربي. صافي انتم تبعوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش خاصكم ملي لايك، واللي ما مشتركش في القناه واول مره كيشوف القناة ديالي يدير أبوني وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة.